أهلا وسهلا فيكم بالدرس الرابع من دروس تعلم مايكروسوفت وورد أوفيس. رح نبلش اليوم بالشريط الأساسي بقائمة الشريط الأساسي. مثل ما شايفين عنا هدول القوائم، عنا قائمة الحافظة، عنا الخط، الفقرة، أنماط وتحرير ووظائف إضافية. هلا الموجود عنا بالحافظة رح يكون هو زر اللصق اللي شايفينه هون، في عنا فيه خيارات اللصق، في عنا لصق خاص أو تعيين لصق أو افتراضي، هدول بنحكي عليهم هلا خلال الدرس. عنا القص، عنا النسخ، طبعا هدول الشغلات بيتفعلوا مثل ما شايفين هلا هي باللون الرمادي لما نحدد مثلا نحن هاي الكلمة مثل ما شايفين هلا تفعلت، تمام؟ هلا إذا كبسنا نسخ مثلا مثل ما شايفين تفعلت هلا هون بيطلع عنا هون هدول الخيارات. قبل شوي ما كانوا طالعين عنا هدول الخيارات لأن ما كنا عاملين نسخ أو لصق أو قص عفوا لكلمة من الكلمات أو جملة. هلا هون عندنا مثلا بنحتفظ بتنسيق المصدر، يعني بنخلي نفس التنسيق، بنعمل له لصق اذا بنعمل له لصق. خلينا نحدد هلا هون مثلا بننزل لتحت، اذا كبسنا هون هلا خلينا نشوف الخيارات بيناتهم. اذا كبسنا على هي اللصق مثل ما شايفين نفس التنسيق، اذا كبسنا على لصق الثانية مثل ما شايفين هي بيعمل لصق بدون اي مثلا تكبير للحرف او للكلمات، بدون اي تنسيق من التنسيقات المحفوظه. عنا هون مثلا صورة بيسقى كصورة، هلا هون مثل ما شايفين خلينا نطلع هيك عمل لها لصق كصورة، يعني هلا هون هي كلام أحرف أما هي صورة. هلا الخيار الثالث خلينا هون الرابع احتفاظ بالنص فقط، يعني مثل ما شايفين هلا هون إذا عملنا النص هو مثل ما هو، يعني عمل لصق اللصق العادي، يعني نحن عملنا نسخ لهي الجملة هو عمل لها لصق هون بمثل ما هي بالتنسيق تبعها بالكلام تبعها كلها نفس الشيء. اما اللصق الثاني اللي كنا كابسين عليها هون مثل ما شايفين هي كان عمل لصق بدون التنسيق اللي شفناها قبل شوي حطيناها تحت. عندنا هي اخر لصق يلي هو اللصق تبع الصوره، كان هذا اللصق تبع الصوره، تمام. هلا اذا رحنا على القص مثل ما شايفين القص مثل ما بتعرفوا بنقدر نعمل قص لاي شيء ونرجع نعمل له لصق، نعمل له لصق مثل ما شايفين لصقه كصوره لانه احنا عملنا له قص كصوره. خلينا نحذفهم هلا هدول الشغلات اللي كتبناهم. هلا خلينا ننتقل على القائمه اللي بعدها يلي هي الخط. هلا مثل ما شايفين عندنا هي هون عندنا اول شغله يلي هو اسم الخط. مثل ما شايفين هون في خطوط كتير انا منزلها من على الانترنت، راح اعطيكم بدروس ثانيه ان شاء الله كيف تقدروا تنزلوا خطوط من على الانترنت. هلا مثلا انا حاطط هذا الخط مثلا، خلينا نحدد اول شيء بنحدد عشان نقدر نغير الخط، بنحدد الشيء اللي بدنا اياه. هلا مثلا بدي اغير كلمه وورد اوفيس، بدنا نحدد نحطط له غير خط. هلا هون مثلا خلينا نشوف هذا الخط اسمه AA نايس. في عندنا هذا الخط الثاني النسخ، في عندنا هذا الخط مثلا، في عندنا هذا الخط مثلا اللي انتو انا منزل، يعني هلا رح اعلمكم على الموقع بتقدروا تنزلوا منه الخطوط بشكل مجاني طبعا بطريقه سهله كتير. في عندنا هذا الخط كمان، في عندنا الخط المنقط، انا مره نزلت خط منقط مشان في مثلا كنت تعملوا في اوقات تطبعوا اشياء للاولاد الصغار مثلا بتحتاجوا خط منقط. رح نشوف اذا حاطه هون عندي ولا لا، متذكر كنت حاطه فوق بالبدايه. بتقدروا ليك هذا الخط اسمه ابو سلمان يلي شايفينه هون، بتقدروا تستخدموه هذا كمان للاطفال الصغار مثلا لما تكون تطبعوا لهم شيء عشان يتعلموا على الكتابه، تمام. هلا هذا بالنسبه لاسم الخط او حجم الخط، نوع الخط، شكل الخط. فينا هلا مثلا نختار شيء ثاني مثلا. هون عندكم هي القائمه يلي هي حجم الخط. هلا هون مثل ما شايفين عندنا هذا الحجم يلي هو 72 طالع عندنا هون. هلا في عندنا هدول الاحجام الافتراضيه مثلا حاطينها 8 9 10 12 14 مثل ما شايفين. هلا نحن فينا نحدد الرقم هون بدنا اياه، مثلا نحن ما في 29 نحن بدنا نكتب 29، نكبس انتر مثل ما شايفين. بهالطريقه صار في عندنا هلا هون صار حجم الخط هذا 29، بينما اذا حددنا هذا الخط مثل ما شايفين الحجم تبعه 72. نحن بدنا هذا الحجم الخط مثلا خلينا نقول 76، خط 67 نكبس انتر مثل ما شايفين تغير حجم الخط. هلا في عندنا هذا الزر اللي بعده مثل ما شايفين هذا، نقدر نكبر حجم الخط 10 10 او نقدر نصغره كمان 10 10. هلا هون اذا كبسنا هلا هون بدنا نكبر بس هي الكلمه كمان مثل ما شايفين عندنا هون بتزيد هيك مثل ما شايفين بهي الطريقه، بنقدر نصغرها بهي الطريقه.
هلا عنا هذا الزر نختاره اكثر الاحيان باللغه الانجليزيه. هلا مثل ما شايفين عنا احرف كبيره احرف صغيره باللغه العربيه ما عنا، بس اذا كاتبين مثلا كلمه باللغه الانجليزيه، خلينا نشوف مثلا، خلينا نكتب هلو مثلا ونحدد الكلمه، خلينا نرجع نحدد هون، نحدد نختار مثلا الاحرف الجمله مثلا، مثل ما شايفين حدد لنا فورا اول حرف بحرف كبير، تمام، نحطهم بأحرف كبيرة كمان، حط لنا كلها الكلمة بأحرف كبيرة، حرف كبير في بداية كل كلمة مثل ما شايفين، حط لنا بداية كل كلمة أحرف الجملة، هون نرجع نحط بالحسب الجملة أنتوا شو عم تكتبوا. هلا هون في عنا مثلا تبديل حالة الأحرف، مثل ما شايفين عكس لنا، حط لنا أول حرف صغير والباقي كبير. خلينا نرجع على هذا الحرف. عنا هذا الزر يلي هو مسح التنسيق بالكامل. هلا هون إذا حددنا هي مثلا هي الكلمة هدول، خلينا نكبس على هذا الحرف، على هذا الزر اسمه مسح التنسيق بأكمله، نكبس عليه، مثل ما شايفين راح التنسيق تبع الكلمة هي كلياتها. هلا هون بدنا نرجع ننسقها نحن، بدنا نرفع مثلا نكبر الخط، خلينا نقول، وبدنا نروح نحط عنا هلا الحرف البي يلي هو غامق أو عريض، خلينا نكبس عليه، مثل ما شايفين اختلف عنا شكل الخط، صار أغمق بشوي أو أعرض يعني، خلينا نقول. عنا الزر الثاني اللي هو الإيتاليك المائل، إذا كبسنا عليه مثل ما شايفين صارت حالة الأحرف مائلة، تمام؟ صرنا هلا بنكتب بالحرف المائل أو الكلمة بتصير بشكل مائل. هلا عنا هذا الزر يلي هو تسطير، بنقدر نحط تحت الكلمات سطر أو تحت الجملة سطر، فينا نختار كلمة واحدة مثلا، أو حتى فينا نختار حرف واحد نكتب له تحته سطر، مثل ما شايفين بدنا حرف الفاء كمان مثلا تحته سطر، خلينا نكبس عليه ونكبس عليه سطر، مثل ما شايفين صار في تحتهم كل واحدة صار في تحتها خط. هلا إذا كبسنا هون فينا نختار شو هو السطر، بدنا إياه منقط، بدنا إياه، خلينا نشوف على كلمة كاملة، خلينا نشوف مثلا، مثل ما شايفين بيختلف شكل السطر يلي بدنا إياه، تمام، خلينا نحطه بهذا الشكل مثلا، مثل ما شايفين صار عنا إياه بشكل منقط. هلا هون إذا اخترنا كمان بدنا، خلينا نقول هي الكلمة بدنا نحط جواتها خط بالمنتصف تبعها، بنكبس هيك مثل ما شايفين صارت اسمه هذا الزر يتوسطه خط، نكبس عليها بتصير عنا بتوسطها خط. إذا كبسنا هاي الكلمة كمان بدنا يعني يتوسطها خط، مثل ما شايفين توسطها خط. على كلمة الوورد فينا نحددها بتطلع بشكل كمان أدق مثل ما شايفين. هلا هون هدول الأحرف، هاي هدول عفوا الرموز، هدول الأزرار، هاي مشان إذا كنا عم نكتب بالرياضيات وبدنا نحط أس لل مثلا إكس أس زفاي مثلا أو إكس مربع إكس مكعب، نختار هاي الحالة المرتفع زائد كنترول زائد هو الاختصار تبعها، أو نختار هاي الحالة، خلينا نختار مثلا، خلينا نكتب مثلا x 2، إذا كبسنا عليها هلأ هون خلينا نختارها هيك مثل ما شايف، خلينا نشوف مثل ما شايفين صارت تغيرت الحالة تبعها، فينا نحطها مثلا تصير x مربع أو x مثلث. هلأ هون بس بنحط هيك، شايفين شلون عم بتغير حالة الحرف تبعها، صار تحت أو فوق، تمام. هلا في عنا اللي بعدها، خلينا ننتقل اللي بعدها، نعمل مسح التنسيق، نرجع لهلو. في عنا هذا الزر يلي هو تأثيرات النص، إذا كبسنا هلا تأثيرات النص مثل ما شايفين عم بتغير شكله، خلينا أول شيء نكبر الخط، خلينا نحط 72 عشان تبين معنا بشكل أكثر، خلينا نختار مثلا مثل ما شايفين عنا هدول تنسيقات جاهزة فيكم تختاروها. هلا في إذا ما بدكم هدول التنسيقات فيكم تكبسوا عليها، فيكم تختاروا من هون بدكم اطار مثلا، شو اللون الاطار مثلا، مثل ما شايفين عم بتغير حولها، في عنا نختار الاحمر الازرق اخضر الشيء اللي بدكم اياه، وعندكم هون مزيد من الوان الاطار بتقدروا تختاروها، في عندكم بتقدروا تختاروا التحكم بالظل تبعها، مثل ما شايفين عم بتغير الظل تبع الكلمه، خلينا نحطها هي بالوسط، خلينا نحطها بالوسط عشان تبين معنا اكثر، مثل ما شايفين خلينا نختار هيك، مثل ما شايفين عم بتغير الظل تبع الكلمه المكتوبه، تمام. عنا الانعكاس كمان نفس الشيء، بيصير تحتها انعكاس للكلمة، فيكم تحطوا مثلا، خلينا نشوف الانعكاس هذا شلون صاير، شوف الكلمة هلا شلون صارت، تمام. هلا شوفي عنا كمان خيارات تانية، التوهج يلي هو فينا نعمل له توهج كمان، فيكم تختاروا اللون تبع التوهج تبعه، فيكم تختاروه من هون. هلا عنا الامور التانية، خلينا نشوف هلا هذا الزر يلي هو لون تمييز النص، هلا مثلا هاي الكلمة بدنا نحطها نحن نعمل لها تمييز، تمييز شو هو يعني، هلا اذا كبسنا عليها شايفين صارت هاي الكلمه كلها مميزه بهذا اللون، فينا نختار احمر ازرق اسود اللون اللي بدكم اياه، فيكم تحطوا بلا لون كمان،
فيكم تختاروه عشان يروح اللون تبعها. تمام، هلا احنا بدنا نحطها، خلينا نقول لون احمر، بدنا ترجع حد الكلمة وصارت عندنا لون احمر. هلا الزر يلي بعده يلي هو لون النص. تمام، هلا خلينا نختار، خلينا نحدد هاد، نختار مثلا لون كلمة مايكروسوفت. فيكم تختاروا هون اللون الاحمر هو اللون الافتراضي محطوط، وفينا نحط مثلا هذا الالوان. تمام، فيكم تختاروا اللون اللي بدكم اياه. خلينا نأسره. هلا هون في عندنا شيء اسمه تلقائي. تلقائي شو هو؟ تلقائي يعني فيكم تحددوا اللون اللي انه يكون هو تلقائي تبع الكتابة. تمام، هذا الشيء بنحدده بعدين بالقوائم الأساسية، بنحكي عليها بعدين. هلا في عندنا هون تدرج، فيكم تختاروا مثلا تدرج اللون، مش شايفين عم بيفرق هلا اللون تبعه، تدرجات اللون الأسود والأبيض. تمام، رح نكتفي اليوم بهدول القائمتين اللي حكينا عنهم تبع الحافظة والخط. بتمنى تتابعونا بالدروس الجاية إن شاء الله، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع أصحابكم، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان تحضروا الدروس الجاية. كان معكم وجيه الخيمي، ويلا سلام.